أقيمت الصلاة وأنا في الصف الأول من الصلاة وخلف الإمام صليت ركعة واحدة، لكنني تذكرت أن وضوئي قد انتقض ولم أدري ماذا أفعل وأنا في الصف الأول، فأكملت معهم الصلاة. أفيدوني، فإذا كان يجب علي ماذا كان يجب علي حينما ذكرت أن الوضوء قد انتقض؟ وهل صلاتي صحيحة في تركي لتخطي رقاب الناس أو أنها غير صحيحة؟ أفيدوني بارك الله فيكم. صلاتك غير صحيحة على كل حال، يعني ما دام أنك على غير وضوء لا تصح منك الصلاة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فصلاتك بدون وضوء غير صحيحة، وما فعلته من الاستمرار في الصلاة بعد علمك أنك لست على طهارة هذا خطأ، خطأ كبير. الواجب عليك أن تنصرف وأن تخرج من المسجد وتتوضأ وترجع لإدراك ما بقي من الصلاة مع الجماعة، هذا الواجب عليك. أما أن تستمر في الصف وأنت على غير طهارة وتصلي مع الناس وأنت على غير طهارة فهذا خطأ كبير لا تعود لمثله. ولا حرج عليك إذا خرجت واخترقت الصفوف، إن كان هناك مخرج من غير أن تخترق الصفوف أخرج منه، وإلا أخرج ولو اخترقت الصفوف لأنك معذور في هذا، ولا حرج عليك في هذا. أما أن تستمر أنت على غير طهارة وتركع وتسجد هذا لا يجوز، هذا خطأ كبير. نعم، بارك الله فيكم.